تحيه لكم مشاهدينا الكرام من جديد في هذه التغطيه من استوديو المنتصف، وانتقل للمحور الاخر الذي يتعلق بالوضع التعليمي المتدهور في البلد، والذي قال عنه وزير التربيه والتعليم الدكتور عبد الله سالم لمناس ان الانقلابيين صادروا نصف قيمه طباعه الكتاب المدرسي المقرر لمدارس الدولة لمصلحتهم حتى يغذوا بها المجهود الحربي، لافتا إلى أن الكتاب الذي تمت طباعته تعرض منهجه أيضا للتشويه، مما اضطر الوزارة إلى إلغاء كثير من المناهج في القراءة للصفوف الأولى وأيضا صف التاسع المرحلة الأساسية. وقال أيضا أن الانقلابيين ألغوا يعني كثير من المناهج المقررة التي يعني أقرت في عام 2014، ألغوها هذا العام، وتم استبدال الكتاب القديم به، الكتب القديمة قبل 2014، وأشار إلى أن غاية الميليشيات هي تبديل وقائع تاريخية أجمع عليها رواة وعلماء المسلمين شيعة وسنة. مشاهدينا الكرام، تفصيل كثير حول وزارة التربية والتعليم وما يقف أمامها من عوائق كثيرة فيما يتعلق بالدفع بعجلة التعليم إلى الأمام. هنالك تفاصيل كثيرة حول الموضوع، يعني سنفرد لها حلقات، ولكن خليني أستطلع أهم المستجدات في هذا الموضوع مع الأستاذ أحمد البحيري رئيس مركز الدراسات والإعلام التربوي. السلام عليكم. أخي الكريم، أعرف أنه من الصعوبة أن نستطيع أن نتحدث عن الوضع التعليمي بشكل عام في كل محافظات الجمهورية في هذه المساحة، ولكن خليني عبرك أستطلع آخر المستجدات فيها. الآن أهم نقطة فيما قرأت قبل قليل، ماذا وراء بالضبط تبديل المناهج وتغيير المناهج الذي قام به الحوثي خلال الفترة الماضية؟ أهلا وسهلا بك أخي الكريم وبمشاهدي قناة يمن شباب. في البداية يجب أن نوضح تكرارا ومرارا بأن وضع التعليم في اليمن هو جزء من وضع كارثي إنساني كارثي لا يمكن فصله عن هذا المشهد العام. نعم. المشهد العام في الجمهورية اليمنية هو مشهد كارثي بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. لدينا وضع نظام التعليم بحد ذاته هو نظام فرعي للنظام العام، يتنفس ويتغذى داخل هذا النظام، سواء كان النظام السياسي او النظام الاقتصادي او النظام الاخلاقي، النظام القيمي، النظام الصحي ايضا، كل هذه او النظام الامني، كل هذه الانظمه تؤثر سلبا في حال تدهورها على النظام التعليمي. نعم. نظام التعليم في الجمهوريه اليمنيه يتعرض لجرف وتجريف، عمليه تجريف واسعه منذ أن سيطرت جماعة الحوثي والقوات الموالية لصالح على مؤسسات الدولة. لم يكن وضع التعليم قبل هذه الفترة أيضا على الوضع المطلوب، كانت مؤسسات الدولة مبنية أو نظام التعليم مبني على أساس أمني وعلى أساس سياسي. قام النظام المخلوع صالح على بناءه على هذا الأساس، مما سهل الجماعة الحوثي اختراق هذه المؤسسة المهمة التي تحافظ على هوية الدولة وكيانها دولة على الأقل في المستقبل القريب. نعم. جميل. طيب أستاذ أحمد، لم يتبقى لدي كثير من الوقت، ولهذا أريد أن أدخل في صلب الموضوع. أنت الآن معكم مشكلة قائمة أيضا في التعامل مع مكاتب التربية والتعليم الواقعة تحت سيطرة الحوثي، كيف يتم التنسيق معها؟ كيف تتعاملون معها؟ نعم، أريد أن أقول لك أن جماعة الحوثي منذ أن وصل إلى الدولة كانت حريصة على السيطرة على وزارة التربية والتعليم، شكلت لجان غير شرعية للإشراف على مكاتب التربية والتعليم، شكلت قائدين بأعمال الوزارة، غيرت بعض مدراء التربية في مكاتب المحافظات، خصوصا في محافظة صعيد التي توتر طلابها حوالي 15% من نسبة الطلاب في الجمهورية اليمنية. قامت بخلق مدير جديد في محافظه تعز، سيأثر بالمحافظه عملت على تغيير مدراء عموم مكاتب التربيه والتعليم، وارادت ان تغير التعليم وفق اجندتها ولحساباتها السياسيه او لضمان بقائها العسكري وتمددها العسكري. طيب وانتم الان كوزاره كيف بتتعاملوا مع هذه المكاتب اللي تحت سيطرتهم؟ ايش كيف بتسووا يعني؟ التعامل معها كامر واقع. نحن كمركز مستقل، لكن هناك اطراف في مكاتب التربيه والتعليم يتعاملون مع او موظفي مكاتب التربيه يتعاملون معها كامر واقع. كون ايضا الرواتب والمستحقات الماليه ما زالت مسيطره عليها الميليشيا. الى الان لم تتحرك الحكومه الشرعيه لان تتولى الامور بمسؤوليه وبجديه. الحكومه الشرعيه عملت على نقل البنك المركزي الى عدن، لكنها لم تتولى
تغذية العملية التعليمية بما يلزم من أموال ومن تصرفات. ما زالت الحكومة وخطاب الحكومة الشرعية حتى الآن يتحدث بعقلية سياسية بعيدة عن الحس الإنساني أو بعيدة عن المسؤولية الأخلاقية التي توقف عليها أو تفرض عليها أن تقوم بدورها في الوقت الراهن. طيب طيب الوزير تحدث عن مصادرة مبالغ كبيرة كانت تخص طباعة الكتاب المدرسي صدرت لصالح الحوثيين، الآن كم تقدر تقريبا هذه الخسارة في عام واحد؟ منذ أن وصلت جماعة الحوثي لهيبة البنك المركزي بأكمله، هيبة الاحتياطي البنك المركزي بأكمله، نسبة الميزانية ميزانية التعليم كانت تزار عن 20% من نسبة الميزانية العامة في 2015 قابلتها الميليشيا تماما، 79% من الميزانيات السنوية التي يعتمد عليها التعليم هي عبارة عن أتوات ومنح مالية من المانحين. كل هذه المنح تم إيقافها بمجرد مغادرة البنك الدولي للعاصمة صنعاء ومغادرة المانحين. بقى معنا برنامج الطوارئ التي تشرف عليه منظمة اليونيسيف، ما زالت ميليشيا الحوثي هي من تتحكم في ضبط مسار هذا البرنامج، وهي من تتحكم في خارطة تصرفات هذه المنظمات التي ما زالت تعمل في صنعاء تشرف عليها الجماعة بطريقة أو بأخرى. طيب الآن هناك معاناة تعانيها الوزارة والمدارس من صعوبة يعني الـ نقدر نقول النزوح، مثلا هناك نزوح كبير سبب للتربية والتعليم إشكالات كثيرة، كيف تتعاملوا معها بسبب النزوح؟ عملية النزوح هي خلقت اختلالات غير عادية. تقديرات بعض المنظمات الدولية تقول بأن هناك حوالي 3 مليون نازح في الجمهورية اليمنية. لا شك أن الطلاب أو نسبة فئة الطلاب تمثل رقم كبير فيها، لا يقل عن مليون طالب وطالبة في الجمهورية. هذه عملية النزوح خلقت اختلالات غير عادية، سواء فيما يخص توزيع الطلاب على المدارس أو قدر كثافة أو ضغط على المدارس الريفية. خصوصا ان النزوح كان عباره عن نزوح من المراكز المدن التي تركز فيها الكثافه الطلابيه، التي تتميز بنوعيه تعليم جيده، التي تتميز بنوعيه او بخدمات تعليم متميزه الى حد ما. عمليه النزوح ادت الى احداث اختلالات. طيب ننتقل الى نقطه اخرى بتوزيع الكادر التعليمي حتى. بالضبط. الآن هناك أيضا بخصوص التجهيزات المدرسية من كتب من مقاعد من تجهيزات إشكالات كبيرة تواجههم، كيف بتتعاملوا مع هذا الموضوع التجهيزات المدرسية؟ نحن نتحدث عن وضع التعليم في إطار حرب. عندما نتحدث عن وضع التعليم في إطار حرب، هناك محافظات محررة عدن وأبيان ومحافظات الجنوبية والقدس ومحافظة مارب والجو. اعتقد ان في محافظه عدن كان للهلال الاحمر الاماراتي او بعض المنظمات التي نزلت بشكل مباشر مارست عملها في تربيه بعض المدارس والمؤسسات التعليميه، لكن في المحافظات الملتهبه كمحافظه تعز او محافظه الجوف او محافظه مارب، اعتقد ان الامور ما زالت على ما هي عليه. هناك اضرار كبيره في الميزان التعليمي والبنيه التحتيه للتعليم تعرضت لها المدارس والمؤسسات التعليميه بسبب الحرب. لم تقم اي منظمه تذكر حتى الان في ترميم مدرسه واحده في تعز. طيب بالنسبه تفضل انها قامت العامه بترميم 154 مدرسه في صنعاء فقط. المدارس المدمره في الجوف ومارب، اين هي مسؤوليه استجابه المنظمات دي المحافظات التي تعمل او التي تقع في خطوط النار؟ طيب في بالنسبه للكتاب المدرسي استاذ احمد بالنسبه هناك اخبار ان هنالك يعني مراكز مثل مركز الملك سلمان والهيئه الكويتيه وايضا كثير من المؤسسات تكفلت بطباعه الكتاب المدرسي، هل هذا الكلام صحيح؟ ليس لدي كمركز او ليس لدي أي معلومات مؤكدة حول هذا، كل ما قرأته عبارة عن تصريحات حتى العام الماضي. طيب هل هناك توقف للتعليم في المحافظات التي ينتشر فيها مرض الكوليرا؟ هو وزير التربية أعلن قبل أيام بأنه للمحافظات الحق في إيقاف التعليم أو اتخاذ القرارات الملائمة، لكن أعتقد أن في عملية تقويس غير عادية للطلاب وللاهالي من مرض انتشار مرض الكوليرا. مرض الكوليرا لا شك هو داء خطير، لكن الكوليرا السياسيه المسيطره على العقليه السياسيه والمدارات التربويه هي ما زالت
هي من تتحكم ايضا في مسار العمليه التعليميه، وهي من تتحكم في توظيف الاثار الانتهاكات الانسانيه او الاضرار الانسانيه الحادثه عن جراء الحرب. نعم. توظيفها لصالحها في هذا. طيب خليني اسالك سؤال اخير حول النتائج. مرض الكوليرا يا استاذي، مرض الكوليرا وظف توظيفا سياسيا، هناك مديريات ومحافظات تقع في اطار المحافظات الجنوبيه التي تكفلت الحكومه الشرعيه لدفع رواتب موظفيها، تم ايقاف رواتبهم حتى الان لمده 4 أشهر، لم تقوم الحكومه الشرعيه بتحمل مسؤوليتها وصرف مرتباتها، اعلنت عن مرض الكوليرا، مرض الكوليرا داء خطير، لكن هناك عزوف عن عمليه التعليم بسبب ان المعلمين لن يستلموا رواتبهم، فقامت الحكومه بقطع المسار حول هذا الموضوع وعلمت بان مرض الكوليرا هو السبب، واعطت الحق في تدريب الطلاب على المدارس وابعادهم عن العمليه التعليميه. اذا الاستاذ احمد، الاستاذ احمد البحيري رئيس مركز الدراسات والاعلام التربوي، انا اشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله لاستطلاع اخر المستجدات فيما يتعلق بوضع التعليم في البلد. مشاهدينا الكرام، ايضا اشكر المحافظ هادي طرشان محافظ محافظه صعده ايضا على انضمامه الي عبر الهاتف في هذه التغطيه من الاستوديو المنتصف. اشكركم انتم ايضا، اراكم غدا في نفس هذا التوقيت، الى اللقاء.